بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدون الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من إشتراقات الغد. نرحب بكم وباسم فريق العمل نتقدم إليكم بالدعوة أن تابعونا في هذا المشوار الجديد، ونحن ما زلنا نقلب ملف السلام الذي نأمل أن يكون واقعا معاشا في أقرب وقت ممكن، حتى يعيش هذا الشعب المتسامح في محبة وسلام. ظلت المرأة السودانية لسنوات عديدة تطلع بأدوار متعاظمة وكبيرة من أجل إحلال السلام والاستقرار، ولديها إسهامات مقدرة في هذا الاتجاه. وللحديث حول السلام وارتباطه بالمرأة، بالتأكيد هنالك العديد من المحاور والنقاط والمحطات التي يجب أن نعبر من خلالها. أسعد في هذه الحلقة أن تكون معي الدكتورة رحيل جاهلة عبد الرحمن، باحث في مركز دراسات السلام ومشرف إداري بمركز دراسات السلام وثقافة السلام بجامعة السودان. دكتورة السلام عليكم، أهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. نعم، كذلك الأستاذة عواطف يوسف، أمين أمانة المرأة بمركز إشراقات الغد. أستاذة عواطف، السلام يا عليكم. أهلا مرحبا بك، الله يسلم. طيب، نبدأ من حيث انتهى الترحيب، ومباشرة نتحدث عن دور المرأة السودانية وارتباط المرأة السودانية بمفهوم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. المرأة والسلام، ها هو السلام ما فطرة، يبقى ما بحتاج لارتباط، وإنما هي الفطرة اللي تخلق عليها البني آدم، والمرأة جزء من الكون. يعني السلام يجب أن يكون واقع معاش، لأنه ما يعني لا غيمة للحياة بدون سلام. إذا جينا ننظر للحياة بمختلف مكونات أو نهجها، فبنلقاها بدون سلام ما بتعني الحياة المطلوبة، أو ما بتصل للغاية حتى. يبقى السلام صفة أو فطرة ربانية أو اسم من أسماء الله. يبقى السلام واقع معاش، والكل بيهدف إنه يكون في سلام، يكون في أمن، يكون في استقرار. ده السلام، دي الحياة الأصلا مطلوبة، إنه البني آدم يعيش، إنه يعيش في سلام. يعني فالسلام مش تحديات بتواجه المرأة، وإنما بواجه العالم بأكمله، بمختلف مكوناته، بمختلف حاجاته، بمختلف يعني الكون كله مربوط بالسلام. إذا في سلام بيكون في استقرار وفي عيشة وفي معنى للحياة، لكن بدون سلام الحياة تكون ما عندها معنى ولا حتى عندها قيمة، وحتكون إفرازاتها صعبة، وحياة ذاتها بتكون ما مفهومة وما واقعية بدون السلام. يعني نعم. دكتورة، عطفا على الكلام الطيب اللي تقال عن المرأة السودانية ومفهوم السلام، شنو الإضافة اللي ممكن تتقال؟ طبعا أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمرأة دور كبير في نشر ثقافة السلام، لأنها المربي في النشء في المجتمع، لها أكبر دور في نشر هذه الثقافة، لأنها تربي الأطفال في البيت، عليها عاتق المسؤولية أكبر من الرجل. قال الشاعر قديما: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأنا بشوف أنه المسؤولية بتقع في عاتق المرأة في نشر ثقافة السلام وفي إحلال السلام في المجتمع، مسؤولية كبيرة جدا، لأنه ثقافة السلام إذا تم تنشئة الجيل بها وتربية الأطفال عليها، لما يصلوا لمرحلة شباب بيكون مجتمع بتسود فيه السلام، لأنه أنماط سلوكية وأفكار ممكن تزرع في الأطفال في تربية الأطفال. تمام؟ لما أنت تزرع في الطفل أنه يحترم الآخر، ينبذ العنف، ما يرد على الكبير، يعني الحاجات حقت الأدب اللي تعلمناها في بيوتنا مع أهالينا، دي كلها بالمناسبة ثقافة للسلام يعني. لكن لسه طبعا اتنمقت شوية وبقت علم ودراسات اجتماعية، جوانب أكاديمية. أيوة، وجوانب أكاديمية. نعم. لكن هي في تربيتنا موجودة، فبتلاقي يعني تربية الأم وتعاملها مع أطفالها، زرع روح السلام فيهم، دي حاجة بتأثر شديد في المجتمع اللي قدام، في حين إنه يبقى مجتمع متصالح متسالم. الأم هي ذاتها هي اللي بتتحكم في سلوك أطفالها، بتزرع فيهم التسامح، ما ترد على الكبير، ما تتكلم مع ده بصوت عالي. ما هو يعني لما يخش السلام في التربية، أعتقد إنه تطبيقه في المجتمع بيبقى سهل جدا. نعم أستاذ عواطف، يعني الدكتورة كأنها دايرة تقول إنه يعني ببساطة شديد، إذا إذا الأبناء في البيت اتربوا على القيم السودانية المعروفة والقيم الإسلامية قبلا، تلقائيا بيبقوا ميلهم للسلام أكثر،
يعني بيبقوا رافضين لفكرة العنف، رافضين لفكرة الحرب، رافضين لكل الأفكار اللي نقدر على نقول أكثر قرب من عملية الحرب وكده. فإذا إحنا بس أخذنا مسألة التربية على أنه يعيش يتقبل ود الجيران، يتقبل الآخر، ما يعلي صوته على الكبير، هذه التفاصيل البسيطة ممكن تخدم في أنها تكون يعني شخصية أكثر ميل لأنها تكون مسالمة أكثر من أنها تكون شخصية يعني ميالة لمسألة الحرب. ما هو ده الواقع، ده الواقع المفروض يعيش عليه والبني آدم. يعني البني آدم بقدر إمكانه يجب أن يكون مسالم. ليه؟ لأنه إذا ما نشأ مسالم حينشأ يعني من البيت. إذا أنا ما ربيت الطفل على 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 الصفات الطيبة اللي بترشده لطريق السلام وللتعايش السلمي وللمعاملة الآخرين ولإدارة التنوع، دي كلها لو أنا ما ربيته عليها، ربيته على خلافه، بيبقى في غبن، في تبعيات أخرى، دي بتخلي البني آدم زي ما بيكون منقبض، ما بيقدر ينفتح على الآخرين. طالما ما بيقدر ينفتح على الآخرين، ما بيقدر يتعامل معهم، ده بيجيبنا للتوتر، بيجيبنا للعنف الداخلي، بيجيبنا لعدم التسامح. السلام ده ما هو زي العطر، يعني هسي انا ممكن اتعطر باي عطر، بتعطر به وانا لنفسي، لكن بيستنشقوه الاخرين اللي حولي. نعم. فالسلام يعني ده العطر اللي احنا المفروض نتعطر به كلنا عشان نقدر يعيشوه الاخرين. نحن لما نجي مثلا للمراه بالذات، يجب ان يكون دوره مش هو في نشر ثقافه السلام، هو في صنع السلام ذاته، مش هي تنشره. هي من البدايه اللي بتقدر تقول لا حتى في وقت الحرب. يعني هسي في الأغاليم اللي ملتهبة دي بالذات، المرأة لها دور كده. لو وقفت كده وقالت يا ولد ما تطلع للميدان، الولد ما حيطلع. كويس. طيب حنجي للجزئية دي عشان نتكلم فيها باستفاضة وناخد فيها راحتنا. يلا. عشان كده أنا بقول يعني المرأة هي دورها مش في 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 تنشئة الأجيال دي، من إذا كانت المربية في البيت هي الأم، إذا كانت اللي بتطلع يعني حتى اللي بتخاطب المجتمع برا هي الأم. وحتى النكبات اللي بتجي ما بعد السلام بتتضرر منها الام. يبقى السلام يعني الام هي اكبر، المراه هي اكبر مؤسس للسلام واكبر واول محافظ على السلام، واكثر متضرر من خلف التبعيات وامهر صانع برضه للسلام. ايوه. يعني نعم. المراه دي هي يمكن تكون بالنسبه للسلام الكل في الكل، لكن على حسب العولمه والحاجات اللي هنا بخطوها بالطرف وبيجي يقول لك نصنع السلام ونعمل السلام، لكن السلام اذا ما بقى قناعه شخصيه. نعم. وقناعه تبدا من البيت، يعني ما يبقى كلام زي ما بقولوا في الحيطان وفي الشوارع وكده، قناعه من البيت. اذا الام يعني ما شعارات ترفع فقط. ايوه. لو بقت الام قدرت تقنع من البيت السلام، المجتمع كله حيقدر يعيش في سلام باذن الله تعالى. نعم. دكتوره، على مر التاريخ السوداني وحتى في الجانب الاكاديمي الناس درست وفي الحكاوي الشعبيه بيلقوا انه للمراه يعني دور كبير جدا وضحت من اجل انه يكون في سلام. صحيح كل مرحله يعني لفظ السلام، عباره السلام كمصطلح بتختلف من مرحله تاريخيه لمرحله ثانيه. الان الناس بتبحث عن السلام لانه رقعه الحرب في السودان اتوسعت وشملت مناطق كثيره، لكن حتى الدور اللي كان بتلعبه المراه في الفتره اللي فاتت هي تضحيات من اجل السلام. فلو قمنا اخذنا مسحه تاريخيه على دور المراه. طبعا السودان بلد يتعرض لكثير من النكبات ولكثير من الحروب، راح ضحيتها كمية كبيرة بنقول من الآباء، ما بنقول من المواطنين. فبنجد إنه المرأة السودانية يعني كانت الأم والأب، وما زالت الأم والأب في لزمننا الحاضر. يعني لما يكون في حرب بتلقى الأم عايزة يعني تحوي طفلها عشان ما يتعرض لضرر، والأب مضطر يطلع يحارب لأنه ده وطن يعني. وقد يكون يعني حتى الحروب بيكون فيها انتهاكات، بيكون فيها اغتصابات، بيكون خايف على حرماته يعني. فهي بتكون لعبة دور الحامي للبيت. وممكن مرات تقول للراجل لا يعني ما تطلع عشان أولادك وعشان وعشان وعشان. طبعا دي في المناطق الطرفية هنا في السودان يعني. بنلاحظ إنه المخيمات اللجوء فيها كمية كبيرة من السيدات ومن الأيتام، والناس بتعاني وبتكابح في الحياة عشان تقدر تربي الأطفال دي. فالمتأثر الأول بالحرب هي المرأة، لأنه الرجل معروف إن هو اللي حيطلع. فالمرأة اللي هي حتكون قاعدة في البيت ماسكة العيال، شايلة همهم، شايلة هم الراجل يجي راجع ما يجي راجع، ما معروف اللي حيحصل شنو إذا هو طبعا لا قدر الله يعني توفى. فبنشوف إنه يعني المسؤولية كانت في عاتقها كبيرة جدا،
كبيرة جدا يعني. بعدين المرأة الريفية ما زي المرأة حاليا، المرأة الريفية يعني المسؤولية على عاتقها أكبر، لأنه بنشوف إنه طبيعة الحياة هناك بتعتمد على إنه المرأة هي اللي بتجيب الحاجات كلها. هنا يمكن نسي في معينات يعني في العاصمة وكذا، لكن في المناطق الطرفية دي بتكون برضو عشان ندي المرأة الريفية حقها ومستحقها. حنجي لها في محور مختلف، لكن خلينا يعني نواصل في ذات الاتجاه في مسألة إسهامات المرأة السودانية تاريخيا في صنع السلام. والله هي المرأة السودانية هي المرأة عموما، مش المرأة السودانية، المرأة عموما لها دور كبير جدا في 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 السلام. إذا هي اقتضت إنه السلام، يعني هي اقتنعت تماما إنه السلام لازم يتحقق بيتحقق، وده دليل يعني أن إحنا لو من نجي يعني ناخذ الريف أو المناطق الملتهبة الآن في السودان كضرب مثل، الحكامة إذا طلعت وفي المجتمع بتاعهم او ما يسموهم هم في مقر الحكامات بالمدى وناشدت للسلام، انا متاكده ما في زول حيطلع للحرب. لكن اذا هي طلعت وقصدت الحرب معناها الناس حتطلع. يبقى المراه هي دورها كبير جدا يعني، من رابحة الكنانية ومن يعني وانقذت ثورات عده كانت للمراه دور واضح فيها. فالمرأة السودانية والمرأة في الريف والمرأة في الحضر يعني دورهم في السلام يجب أن يكون دور واضح. بعدين ده بدي يعني المرأة ذاتها حق توفي حقوقها عشان هي تقدر تأدي رسالتها. يعني نحن ذاتنا عايزين يتغير مفهوم إنه المرأة دي بس حدها من الباب اللي جوا. المرأة لازم تطلع، المرأة لازم تطالب بكل حقوقها عشان تقدر تحمي السلام، لأنه السلام ده هو البوابة الوحيدة اللي هي بتقدر تعيش فيها في أمان وفي استقرار، وهو البوابة الوحيدة اللي هي بتقدر تصل فيه يعني توصل فيه رسالتها الاجتماعية وحتى رسالتها كأم. يعني إذا أنت ما مستقرة نفسيا ما بتقدر تأدي رسالتك كاملة، وما بتقدر تكون مستقرة نفسيا إذا ما في سلام. يعني أنت ما عايشة السلام ما بتقدر تكون مستقرة نفسيا. فالأم يعني دورها كبير جدا، وبالذات في الريف، المرأة في الريف يعني في مناطق الحروب دورة يعني أنا ما عارفة أقدر أصفه، لأنه بجد كل هموم الحروب في الريف دي شايلها المرأة على أكتافها. يعني هي بتراعي الماشي الحرب، هي بتحدد له زاده، بتحدد له جهاده، بتحدد له حتى عتاده، هي بتراعي بيخليه وراه، هي بتراعي حتى متطلبات الحياة اليومية. يبقى يعني السلام ده لو ربنا وفق وإنه السلام بقى واقع معاش، أول وحدة حتجني ثماره بتكون المرأة، لأنه بخفف عليها عباء كثيرة هي كانت حاملة على أكتافها وبتعاني منها. فالمرأة محتاجة بجد إنه السلام يبقى واقع معاش. يعني أنا برجع تاني وبقول بتمنى إنه السلام يبقى واقع معاش، لأن المرأة مقتنعة تماما إنه السلام هو البوابة الوحيدة اللي بتقدر تحقق من خلفها غاياتها. لما يكون ما في سلام بتكون هي خلاص بعد كده أفكارها اتشتتت، ما بين لملم شملي، ما بين خصوصا يعني هسه يعني احنا حتى في المعسكرات بتلقى الام في محل والاولاد في محل والاب في محل. دي برضه اثنين حتى في النازحين يعني الناس اللاجئين بتبقى تشردتي كأم، بقيتي في بلد وابنائك في بلد وزوجك في بلد، ده كله من من اخوانك من في بلد. ايوه في يلا ده كله نتائج نعم. الحروب. فالسلام هو الوحيد اللي بيقدر يخليك تحقق غايتك، بيقدر يخليك حتى تطوري نفسك. يعني انت بدون السلام ما بتقدر تتطوري، بدون السلام ما بتقدر تحققي حاجه من غاياتك اللي انت اصلا وضعها خريطه في راسك. بالحروب والحاجات دي بتبقي مشتته الافكار وما بتقدر تحققي غاياتك كلها. نعم دكتوره الاستاذه، يعني اشارت بشكل يعني على لمس كده لبعض الجزئيات المهمه في انه المراه مثل ما هي يعني اكثر الناس انتفاعا من السلام عندما يتحقق السلام، لكن في المقابل هي اكثر من يتضرر من الحرب. فالمرأة إذا كان في دارفور أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو أي منطقة أخرى بالتأكيد بتكون معاناتها أكبر، زي ما تفضلت الأستاذة في أنه هي اللي بتدفع الفاتورة بتاعت الحرب اللي بتدور في المنطقة المحددة، هي بتتولى أمر الأبناء بعد تفقد زوجها ممكن أخوها، يعني العائلة الأكبر بالنسبة لهم إذا فقدته. فهي المرأة بتطلع بالدورين، دورك مرأة أو دور الرجل أيضا، لأنه المرأة نوع الانتهاكات اللي بتتعرض لها يعني ما زي الانتهاكات اللي بتتعرض لها الرجل. ممكن المرأة تتعرض لانتهاكات العنف، يصل للعنف الجنسي يعني،
تمام. يلا فكون المرأة تكون معرضة لانتهاكات زي دي بيكون شاغل راسها انه يعني ما عايزة تتعرض لحاجة زي دي، عايزة تحفظ نفسها، عايزة تحفظ المعاه، لانه هي لما يتم انتهاك الحاجة دي بتأثر نفسيا عليها، بتأثر نفسيا على يعني اطفالها، غير كده يعني منتهكي الحقوق، ايوه منتهكي الحقوق ما بيراعوا لما يجوا يعني يعتدوا على مراه، ولا ما بيراعوا انه ده طفل ده كبير ده صغير، حتى لو بالضرب يعني حتى الام لما تتعرض للضرب او طلق ناري يعني قدام اطفالها، يعني شوف نفسيه الطفل دي لما يكبر حيكون كيف. نعم. تمام. فيعني لانه منتهكي الحقوق اصلا هم ما بيراعوا، وهم منتهكي للحقوق حيراعوا كيف يعني. فعشان كده انا بشوف انه فعلا السلام هو المستفيد الاول والاخير منه المراه، يعني لانه بتحفظ نفسها بتحفظ بيتها بتحفظ المجتمع عموما يعني. طيب لو تستعنى في فكره انها هي دافعه فاتوره الحرب، حنضيف شنو يعني في المحور ده؟ انا ما عارفه يعني بالضبط بانه هي دافعه فاتوره الحرب، هي مش دافعه فاتوره الحرب، هي دافعه اكبر من فاتوره الحرب. يعني ما هي في النهايه يعني عايزة تعيش في أمن واستقرار، والأمن والاستقرار ده مربوطات بالسلام. يبقى هي دورة بعد كده حيكون مهم جدا إنها هي يفسحوا لها المجال إنها هي تشارك في كل المحاور اللي بتدفع للسلام. ليه؟ لأنه السلام ده بيعنيها هي، بيعنيها يعني إحنا ممكن نقول صحيح فيه جوانب أخرى، لكن أكثر جهة يعني بهمها أمر السلام هي المرأة. ليه؟ لأن هي المرأة يعني صحيح للرجل دور، لكن المرأة هي مربية الأجيال، والأجيال دي ما بتتربى لو ما في سلام مكتمل. يبقى هي اللي بتدفع فاتورة الحرب أكثر من الرجل، أكثر من أي جهة أخرى لها علاقة. فعشان الفاتورة دي تبقى سهلة عليها وتخليها هي تقدر، بتمنى إنها هي تكون جزء أصيل من كل خطوة للسلام. غير كده يعني إن إحنا دايرين نوسع الأبواب اللي بتخلي المرأة تقدر توصل رسالة السلام في كل أنحاء المجتمع. يعني السلام ده ما هي المرأة هي قناعة به، مقتنعة تماما إن السلام. يعني هسي نحن لما نجي نتكلم عن السلام مثلا في الغاعات، في المنتديات، في الورش، وما شارك فيه أصحاب الشأن بنكون قللنا من حقه. كويس؟ ليه؟ لأنه هم أصحاب الشأن اللي هم المجتمع الغاعد اللي بدأ منه. المجتمع ده 75% منه الآن مرأة، عشان يعني أنا ما داير أقول إنه الرجال انتهوا في الحرب، لكن 75 في الآن يعني هسي لما تمشي تدخل المعسكر بتلقى، أيوة بتلقى المعسكر ده لو عملت له إحصاء بتلقى نسبة النساء أكثر حتى من نسبة الأطفال، لأنه حتى الأطفال ما من سن 17 بيحاولوا يخرجوا من المعسكر. يعني بتلقى المرأة كويس شايلة همين، هم إنه الطفل الطلع ده ما جاء، مهما كبر برضه في نظر الطفل، الأب طلع ما يتعرف محله، غير كده إن هي ذات الموجودين معاها عايزين تربية، غير كده الموقع اللي هي قاعدة فيه ده ما الموقع أنا. اللي بيحقق حاجاتها أو برضه طموحاتها، فده كله على أكتافه. فأنا يعني بتمنى إن هي تكون جزء من صنع السلام في كل خطواته، بدءا إذا كان سلام سياسي أو سلام اجتماعي. يعني حتى السلام السياسي ده إذا ما شاركوها هي فيه وعرفوها هي محتاجة لشنو في السلام ده ما بحقق رغباتها. كويس؟ السلام الاجتماعي ده هو اللي بيخليها على الأقل بيحقق لها الاستقرار، بيحقق لها الأمان، بيحقق لها الرجعة لموقعها الأصلي، بيحقق لها كيف تقدر تبني حياتها، كيف تقدر تلم شملها. عشان كده هي يعني بتمنى انها تكون جزء من كل خطوات السلام، بدءا من التفاوض اذا كان حوار اجتماعي او حوار سياسي او كل الحاجات اللي بتخص السلام دي، انها هي تكون جزء منها تشارك فيها، لانه اكثر وحده متضرره من السلام من الحرب، او اكثر وحده دافعه الفاتوره هي المراه. نعم. فده كل يعني الحاجات اللي بنتمنى انه المرأة تلقى طريقة فيها بوضوح كده، وتقدر توضح إسهاماتها. يعني أنا متأكدة المرأة إسهامها حيكون كبير جدا لو لقت النفاج ممكن تعبر عنه للخطوات اللي ممكن تودي للسلام. نعم. أستاذ عواطف كأن يعني على صوته في مسألة إنه بالضرورة المرأة تكون شريك حتى في السياسة، يعني في السلام السياسي اللي بتتم من خلاله المفاوضات مع الحركات المسلحة أو غيره، حتى إنها تكون يعني لها صوتها ويبرز، لأن عندها قضاياها الخاصة بها. صحيح إنه السلام اللي بنيجي بعم كل الناس من غير يعني نظرة للنوع، لكن لخصوصية المرأة، ولأنها زي ما تفضلت وذكرت إنها هي الأكثر يعني دفعا لفاتورة الحرب،
فلذلك لابد من إشراكها حتى في السلام السياسي ومسألة المفاوضات. فإلى أي مدى أنت يعني بتوافق في وجهة النظر؟ طبعا هي وجهة نظر سليمة جدا. العهد البائد ما كان فيه تمثيل للمرأة في الحكومة يعني زي الآن، فأعتقد أنه البلد ماشى في مرحلة تعافي، كونه عرفوا دور المرأة وأنه المرأة يعني فاهمة، يعني فاهمة بنفس فهم الرجل، فكونه تقلد المرأة لمناصب في المجلس السيادي ولمناصب في الوزارة أكبر دليل على أنه قيمة المرأة وأهمية المرأة بدأت تعرف حاليا هنا في السودان. فبفتكر أنه البلد ماشى في مرحلة تعافي، لأنه تمثيل النساء أكبر دليل على أنه البلد ماشية لتعافي، وأنه المرأة حيدوها حقها. يعني طبعا ما هو نظام 30 سنة يتعرضت فيه البلد لانتهاكات ما حيجي يتغير بين يوم وليلة، في ضريبة إحنا حندفع الصبر، لكن إن شاء الله حننهي ثمار الصبر جميلة. يعني إن شاء الله نتمنى أنه يعني جميع الشعب السوداني يجني يعني ثمار هذا الصبر الطويل والبحث عن السلام، إن شاء الله يعني ثمرا طيبا يحقق المنفعة لشعب السودان. أستاذ عواطف، الدكتورة طوالي نقلتنا لمسألة مشاركة المرأة. المرأة في حكومة الفترة الانتقالية تولت حقائب وزارية، أبرز حقيبة وزارة الخارجية، ودي لأول مرة في تاريخ السودان، تكون امرأة يعني مدير لأكبر صرح تاريخي في التعليم العالي هو جامعة الخرطوم، أم الجامعات السودانية، وعلى ذلك قس. فإلى أي مدى يعني مشاركة المرأة إذا كان في الحقائب الوزارية أو المجلس السيادة أو غيره، بالنسبة لكم أنتم كمرأة يعني استقبلتوها كيف وبتحتفوا بها لأي مدى، وممكن تبقى بداية لتصحيح مفهوم كبير جدا في أنه المرأة أنت قبل طالبتي أنه ما يكون حدها الباب ولا داخل البيت، لابد أن يكون عندها دور خارج البيت. أول حاجة نحن يعني الحكومات اللي إدعاها بدار السودان بتتكلم عن المرأة بإسهاب كده، لكن لما نجي للتنفيذ ما بيتعدى 5%. يقول لك المرأة حقوق المرأة وطلبات المرأة وحياة المرأة، لكن لما نجي للتنفيذ يعني الحكاية دي في النظام البائد يقول لك المرأة 25%. الآن نحن كنا بنسمع ب 25%. طيب احنا ال 25% سمعتوا هذه، احنا حنجي راجعين عشان ما نشوف النسبه اللي انتم بتطمحوا فيها والنسبه الحقيقيه، لكن بعد هذا الفاصل القصير نتمنى ان تكونوا معنا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الافاضل، بنتواصل معاكم في هذه الحلقه من اشراقات الغد. استاذ عواطف، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مشاركه المراه اذا كان على المستوى الوزاري او على يعني تنسمه او تسنمه لمؤسسات مثل جامعه الخرطوم وغيرها، فنواصل الحديث في ذات الاتجاه. كانت بيقول لك 25%، لكن لما نتجي للواقع حتى ال 25% اللي بيفرضوها لها بدوها مواقع كده ما عندها فين تأثير. لكن الآن استبشرنا خير بحكومة الفترة الانتقالية، ورأينا إنه يعني عندنا أمل كبير إنه المرأة بتقدر بعد كده حاجات ترى النور بتغلد مناصب حقيقية، يعني ما حكاية سيدوك وتيسوك أو جابوك بالطرف كده إنه دي نسبتكم وخلاص. لكن الآن بعدين المرأة جديرة إنها هي تدير بلد بحالة، مش تدير مؤسسة وبس. يعني أنا متأكدة إنه المرأة ممكن تقدر تدير البلد بحالة، طالما هي بقدرة تدير بيتها ده بتقدر تدير البلد كلها. فنحن مستبشرين خير بحكومة الفترة الانتقالية، ونتمنى إنه ربنا يوفق كل الجهات اللي بتسعى انه المرأة تكون في المقدمة، وحنكون دعم وسند لكل قضايا المرأة اللي ما رأت النور، وبنتمنى انه ربنا يوفق ويسدد الخطى ونشوف يعني نشوف المرأة في المقدمة، وهي جديرة جدا انها تقدر تقود وتصلح، لانها هي يعني يمكن نسبة فهمها في الإصلاح تكون أوسع، لأنه يمكن الرجل بياخد الموقع كوظيفة أو لكن المرأة بتعمل بإخلاص. أنا عايزة أوضح إنه المرأة بتعمل بإخلاص، إذا وكلت لها أي موقع من إذا وضعتها في أي موقع من المواقع هي بتقدر تجيد وبتقدر تدير وبتقدر تصلح. يعني دورها ما بينتهي فقط بمهمة أو وظيفة،
فهي بتقدر توسع حتى عملها، بتقدر توسع حتى حاجاته، وبتقدر بتأتينا بالجديد وبتأتينا بالإضافات وبتأتينا بالإصلاح بإذن الله تعالى. نعم. مشاركة المرأة اللي تحدثنا عنها إذا كان على مستوى الحقائب الوزارية أو حتى على مستوى توليها مناصب زي ما ضربنا مثل بجامعة الخرطوم وتوليها لهذه الإدارة، ده جاء نتيجة لثورة، وثورة ديسمبر المجيدة اللي يعني شكلت تاريخ السودان من جديد وأسقطت نظام سابق، كانت للمرأة إسهامات مقدرة جدا في الثورة، أبدعت ويعني خلقت الكثير من مساحات الإبداع للمرأة السودانية، وقدمت المرأة السودانية للعالم الخارجي بشكل مختلف. صحيح كانت في ثورات سابقة في التاريخ السوداني، لكن مشاركة المرأة كانت بنسبة بسيطة حتى على مستوى الثورة، لكن الآن في الثورة الأخيرة كان إسهام المرأة واضح جدا جدا، وكانت أيقونة الثورة امرأة سودانية. فبالتأكيد يعني هذه الجزئية أنتم بتحتفوا بها أيما احتفاء وفخورين بها، فنتكلم شوية عن مشاركة المرأة في الثورة. ثورة ديسمبر المجيدة أنا بشوف أنه سبب قيام الثورة دي النساء. ليه؟ لأنه أي ظرف بيحصل في البيت، يعني الظروف الاقتصادية الصعبة يعني بتتأثر بها النساء، فبنجد أنه كنا في الصفوف الأولى. ليه؟ لأنه مسؤولين من تربية أبنائهم ديل، والظروف الاقتصادية كانت صعبة جدا يعني، والراجل بيطلع عشان يجيب المعيشة وبتلقى أنه برضو ما مكفي يعني. فيعني إحنا لما كنا صغار بيقولوا السودان سلة غذاء العالم، لما جينا شفنا الوضع بعد ما كبرنا كده وشفنا الوضع، يعني السودان ده حيبقى سلة غذاء العالم كيف بالوضع ده؟ لما قامت الثورة وترأسناها النساء شفنا انه ده بصيص امل انه فعلا السودان حيرجع سلة غذاء العالم. لما طلعوا للثورة دي، الثورة دي ما طلعوا عشان جعانين، لا، الثورة دي ثورة وعي. احنا بلدنا بخيرة، لكن خير منتهك، خير مصنف لفئة معينة. فلما طلعوا يعني كلنا كنا مبسوطين جدا انه الناس دي طلعت والناس دي بدأت توعى. يعني حتى بتذكر لما اول ما بدأت الاخبار العالمية تجيب سيرة الثورة بيقولوا ثورة الجياع، احنا ما كانت ثورتنا ثورة الجياع، احنا كانت ثورتنا ثورة وعي. المواطن السوداني في اي منطقة في العالم هو مواطن معروف بالذكاء، بالامانة، بالتفاني في العمل. ما ممكن انا هنا في بلدي تكون اردى البلدان وانا زول برا لما اشتغل العالم كله بيشهد بعملي. وأكبر دليل على كده يعني دكتور حمدوك رئيس مجلس الوزراء، خبير اقتصادي معروف. نعم. عالميا يعني. فما ممكن البلد بتخلف ناس بهذا المستوى من العلم والفهم وهي تكون في المقابل بمستوى التراجع، ما ممكن يعني، معادلة مختلة. فيعني احنا عشنا برا، السودان ده برا يعني المواطن السوداني ده بيحترموه احترام اصله عادي، في الامانه، في الصدق، في التفاني في العمل، معروفين بالذكاء، معروفين بانهم بيتعاملوا بفهم وبرقي في نفس الوقت، ناس مخهم ملان يعني، ناس فاهمين. فما ممكن انا لما اجي بلدي القاها بالسوء ده. ليه؟ لانه في فئه كده مسيطره على البلد، شايله خير البلد لفئه معينه، والبلد بتشيلنا كلنا يعني، وخير لنا كلنا يعني. نعم. قالوا سله غذاء العالم، سله غذاء العالم دي ما حاجه سهله يعني. نعم. معناها للبلد، للعالم كله مش للبلد. نعم. فالحمد لله انه كانت الثوره دي ناجحه بنسبه 200%، واحنا ماشيين في مرحله التعافي، وبنشكر الكنداك السوداني وبنشكر انفسنا نحن انه الثوره دي وصلت يعني حققت، انا بعتبر جزء كبير من اهدافها. كان شعار الثوره حريه، سلام، عداله. الحريه دي اعتقد انها تحققت، لانه لو ما تحققت ما كان احنا قاعدين بنتكلم. ايوه، بأريحية. نعم. نعم. والسلام هدفنا ان شاء الله، والعداله ليها جهات مختصه، واحنا متاكدين انه لانه صيغتنا فيها كبيره انه حتحقق العداله في البلد ان شاء الله. استاذ ما نحرمك من الحديث، يعني لما يكون في حديث بالذات عن المراه واسهامها في الثوره بيبقى حديث زي ما بعبر عنه حديث ذو شجون، فبرضه نسمع يعني فيما في يتعلق بمشاركه المراه، تلك المشاركه الكبيره في صنع ثوره ديسمبر. هي المرأة مش مشاركة جات في صناعة ثورة ديسمبر، المرأة شاركت في كل الحراك السوداني من بداية الاستغلال إلى يومنا هذا. يعني أنا قدامك قبل ثورة ديسمبر من نساء الحركات، أمينة المرأة بحركة العدل والمساواة والسلام والتنمية، فكان عندنا دور. ليه؟ لأنه يعني أنا أقول بصراحة كده الظلم ما بترضي كويس، يعني أن إحنا في عهد الإنغاز من أوائل الكيانات طلعت ورفضت الحكومة البايدة، ومن أوائل الناس اللي طلعنا وعارضنا، ومن أوائل الناس اللي دفعنا الفاتورة الأولى اللي هي نزوح ولجوء وتشرد، دي كلها نحن ضغنا ويلاتها كويس. الآن وأقول بملء الفم، يعني
استبشرنا خير بالتغيير اللي حصل، ونتمنى انه ربنا يوفقنا لقدام ويبني البلد على النهج المطلوب. يعني في حاجات كده مربوطه مع بعض البعض ما بنقدر نحن نفككها، لكن انا اقول انه حريه وسلام وعدالة. نحن عايزين سلام، لأنه السلام لو ما جاء ما بتجي الحرية ولا بتجي العدالة. فلما يكون في سلام أنا بقدر أعيش بحريتي وبقدر بحقيق العدالة، لكن إذا السلام ما بقى أولوياتي الحرية ما بتجي والعدالة ما بتجي، لأنه إذا ما في سلام معناه في اضطهاد، في حروب، في 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 إذا في اضطهاد وفي حروب معناه ما في عدالة، وفي فئات معينة حتكون مستحوذة على الحاجات وبترجع الحناية. نحن نستبشر خير إنه ربنا يحقق السلام ويكون سلام شامل. يعني السودان كله محتاج لسلام، يعني هسه الناس بيقول لك المنطقتين ودارفور، لكن السودان كله محتاج لسلام. يعني إحنا محتاجين لسلام في بعضنا البعض، إنه نقدر نقبل بعضنا البعض. سلام اجتماعي. ايوه دي اهم نقطه يجب ان نبني لها. احنا نقول النفوس لو طيبه السرير بشيل 100، ونحن عايزين السودان تشيلنا وتشيل الاخرين معانا. لكن كمان مش الاخرين بمفهوم اخر، لكن يعني الاخرين بمفهوم انه السودان بلد يسع الجميع فيه. ما عايزين حتى الاخرين يجونا مستثمرين، يجونا سياح، يجونا يعني مرحبا بهم حبابهم. ايوه نحن عايزين نبني وطن يشد بيه، وطن فعلا يكون سلة غذاء العالم، مش بالشعارات. أنا أرجع وأقول يعني إحنا عندنا شعارات كثيرة بس في أرض الواقع بعيدة. إحنا عايزين يعني عندنا قوانين، يعني الدستور السوداني ده، الدساتير بتاع الدول الجوار دي يمكن أغلبها وضعها سودانيين كويس، لكن نحن ما بنطبق حاجاتنا. نحن قانوننا في وادي ونحن في وادي، دستورنا في اتجاه ونحن في اتجاه. نحن عايزين حاجاتنا دي كلها تتطبق بسيستم معروف نقدر نحاسب البخطي، عشان ما نبدا ثاني في ثورات جديده. نحن عايزين الان الفتره الانتقاليه الى ان تجينا فتره انتخابات حره ونزيهه، دايرين تلملم لنا حاجاتنا دي كلها، عشان نحن بعد الفتره الانتقاليه نبدا بدايه صحيحه نستبشر بها خير. ما نبدا بعد الفتره الانتقاليه نرجع لمربع الصفر وللحاجات الثانيه، ونحن دايرين نطبق قوانيننا دي، لانه الكفاءات اللي تكلمت عنها الدكتوره دي كلها كفاءات سودانيه. فنحن ما عايزين بعد شويه نجي عشان نجيب منو نجيب منو عشان نطبق حاجاتنا. نحن عايزين حاجاتنا دي نطبقها نحن برانا وفق قوانيننا ودساتيرنا وحاجاتنا اللي نحن المفروض نعمل بها داخل بلدنا، وهي اللي بتحقق لنا التنميه، وهي اللي بتحقق لنا الاستقرار. اذا قدرنا نحن خلقنا سلام اجتماعي اقتنعنا به تماما، اذا قدرنا اقنعنا نفوسنا انه السودان ده بيسع الجميع، وقدرنا التنوع الفيو ده، بنقدر نحقق سلام شامل كده برضينا، وبخلينا نتجه نحو التطور ونحو التنمية نحو الاستقرار. وبرضو عشان السلام ده يكون سلام، في حاجات متعلقة بالسلام اللي هي خصوصا التنمية. التنمية دي مربوطة بالسلام. ما ممكن تجيني أنا مثلا قاعدة في المعسكر وتقول لي نحن خلاص عايزين نعيش في سلام، وأنا فاقدة السكن، فاقدة الصحة، فاقدة التعليم، فاقدة حتى الأمان. انا ديل فاقدين، لو مش تاخد لو تقعد فيه معاي وتقول لي انا مثلا شايل لك السلام انا ما بقتنع، لكن اذا انت حققت لي الصحه، يعني قدرت وفرت لي الصحه، وفرت لي التعليم، ووفرت لي ابسط مقومات الحياه، حتى لو انت ما قلت لي سلام معنى كده خلاص انت حققت لي غايه السلام. انا ببدا بعد ذاك اجتهد انه احافظ عليه، انه اساهم في بنائه، انه ابقى يعني اخليه هو حتى يشمل الاخرين معي. لكن اذا انا الحاجات الاساسيه اللي هي بتقودني للسلام انت ما حققت علي، ما بقدر اشيل من جواي انه انا جزء من السلام. بحس ان انا مضطهده، بحس ان انا حقوقي ناقصه، وببدا بفتش عليها، ونبدا في مرحله التوتر والازعاج دي، وبعد ذاك يعني احنا بنقولوا النار بتبدا من شراره. فنحن عايزين السلام اللي بيتكلموا عنه ده يصطحبوا معاه كل مقوماته اللي بتخليهم يحافظوا عليه، واللي بيخليهم يبنوه، واللي بيخليهم اللي بتخليه يبقى مفهوم اجتماعي مقتنع به وكل المتضررين من الحروب وحاجاتها. دكتورة، يعني اتكلمنا عن دور المرأة وبدينا من الدورة في تنشئة الأبناء، واتدرجنا بهذا الدور عندما تفقد العائل للأسرة، فما دارين نختزل يعني دور المرأة فقط في هذا الاتجاه، وأنت يعني باحث في دراسات السلام، فأيضا يمكن للمرأة أن تكون لها يعني مساهمات في مسألة البحوث المختصة بالسلام وما أدراك ما السلام. مساهمات المرأة كبيرة جدا في البحوث الخاصة السلام، اتجهت طبعا للاتجاه ده، لأنه الشخص دائما لما يتعرف على الحاجة بأنها ثقافة بيريد يجملها بالعلم،
فالدراسات كثيرة جدا، والسيدات السودانيات يعني ما لازم الواحدة تمسك لها ورقة وقلم وتكتب إن هي باحثة في السلام، لكن بشوف إنه لها دور كبير جدا جدا. يمكن ما يكون عندنا زمن نوضح الدور ده قدر شنو، لكن المرأة السودانية مرأة رائعة يعني، لأنه المهام اللي بتقوم بها والأعمال اللي بتقدمها ما محتاجة بحث عشان تكتبه ولا عشان يعني تقدمها ببحوث. فالدراسات في دراسات السلام عندنا احنا في مركزنا يعني في مركز دراسات الثقافة السلام كمية كبيرة من السيدات اتجهوا للبحوث دي، وذكروا انه دائما دارين يحققوا بها عداله وينفوا بها الحاجات اللي بتجيب الغبن في النفوس يعني، فزي العنصريه الجهويه يعني الجهويه. فبتلقى معظم البحوث يعني بتكون في الاطار ده، انه الناس تنبذ العنصريه وتنبذ العنف، وكميه كبيره من البحوث بتتكلم عن المشاكل اللي كانت حاصله في غرب كردفان وفي دارفور، وكيف انه ممكن احنا نحقق العداله مع الأشخاص زي ما ذكرت الأخت. يعني ناس بيكونوا أصلا مغبونين وعايشين في معسكرات لجوء، كيف انت حتقدر تقول لهم يحققوا السلام؟ لكن أنا بفتكر إنه في كم حاجة كده لو اتعملت ممكن الشخص يقدم تنازلات. يعني لما أنا أجي للناس المنتهكة حقوقهم دي وأوريهم إنه نحن خلاص عرفنا إنه أنتوا حقوقكم منتهكة تمام، والانتهاك منه وعرفنا الانتهاك منه، وحنخلي الزول اللي انتهك لكم حقوقكم دي يعتذر لكم، وحنضمن لكم انكم تعيشوا عيشه كريمه، ونوفر لهم حقوقهم حقت السلام من صحه من تعليم من معيشه، ونرجعهم من اماكن النزوح. طبعا الدور ده لما تقوم بالمراه ما زي لما تقوم بالرجل، لانه المراه بتتميز بالعاطفه ما زي الرجل. فلما انا اعرف الحاجات دي كلها في المعسكرات حقات اللجوء واجي اقدمها لهم بروح طيبه، ما اعتقد انه يكون في يعني رفض. غير كده إنزال السلام في السودان أو إحلال العدالة الانتقالية، أنا بشوف إنه لأنه السودان بلد متنوع ثقافيا، إحلال العدالة الانتقالية فيه بيكون بعدة أوجه، ما بيكون بوجه واحد. أي نعم الإطار العام واحد، لكن كل منطقة لها إطار خاص بها حسب طبيعة المنطقة. ما ممكن ناس يكونوا منتهك حقوقهم موت ويعني انتهاكات كثيرة، أجي أقول لهم عدالة انتقالية وهنا ما في عقاب، لا. فحسب نوع الانتهاك أنا ممكن أقوم أطبق مشروع العدالة الانتقالية، وبطبق فيه إنه المرأة تكون داعية للكلام ده، لأنه المرأة أنا بشوف يعني إنه بتتكلم بصدق دائما، يعني المعلومة بتوصلها بصدق ما زي الرجل. وطبعا الرجل مش ما عنده عاطفة لا، لكن لأنه بطبيعة المرأة، فأنا بشوف إنه يعني الحكاية دي اللي قدام ممكن تمشي يعني والناس تقبل، لأنه في النهاية هدفنا إنه بلدنا تمشي لنماء. نعم، لو ما في طبعا ما حصل السلام ما حيحصل النماء، لكن نتمنى انه يحصل النماء ونمشي لقدام باذن الله. نعم، ايضا استاذه يعني اهتمام مركز اشراقات الغد بامر المراه وارتباط ذلك بالسلام، يعني انت قبل تكلمت عن انه المراه لازم تكون شريك اصيل، فدارين نشوف دور المراه او انتم في المركز بتخصصوا شنو للمراه حتى انها تكون يعني واحده من دعاه السلام، واحده من صناع السلام، واحده من المحافظين على السلام. المركز بالنسبه للمراه يعني اول حاجه في امانه المراه دي شامله كل قضايا المراه. يعني المراه عندها من المركز دورات تدريبيه، عندها بتطلع ورش، في زيارات للمعسكرات، في زيارات للاسر، في يعني المركز ما واضع غيوط لوضع المراه في يعني المراه ما عندها غيوط في المركز. كل الطرق الممكن تقدر توصل رسالتها مفتوحه ومتاحه. المركز هو صحيح مركز ناشئ، لكن يعني الحمد لله مركز اتولد باسنانه خصوصا في قضايا السلام. فالمراه ما عندها يعني ما وضع لها حكر كده معين انها هي فقط ده اطار المراه تشتغل فيه، لا مخلينا لها حكايه مفتوحه. قدرت يعني وصلتوا للمراه المستهدفه بهذه العمليه مثلا؟ والله في شرم احنا الان عندنا ورش في القواعد، عندنا دورات تدريبيه في القواعد، عندنا يعني برامج في تعزيز السلام،
برضو عندنا اتجاه للمساهمة مع المجتمع بتاع القاعدة بتاع الجودية، خصوصا في المناطق بتاعة النزاع. يعني نحن دارين نشرك المرأة في كل المواقع اللي هي ممكن تقدر تأدي فيها دور. الحاجات دي المركز لوحده ما بيقدر يكملها، لكن بيشارك معاه والآخرين عشان نقدر نحن نحقق نخلي السلام، هو السلام أصلا غاية، لكن عشان نخليه واقع يجب أن نصل كل الأطراف اللي متضررة، وأول المرأة في الريف، المرأة في المعسكرات، المرأة في حتى في اللجوء. يعني الآن نحن عندنا خطة موضوعة إذا ربنا وفق إننا قدرنا نصل مستهدفين بها المرأة في اللجوء اللي هي في دول الجوار. نعم. هاي المرأة في دول الجوار، لأنه دي أكثر وحدة حتجينا مضررة، ليه؟ حتجينا بثقافة ثانية، حتجينا بمفهوم ثاني نتيجة الفترة اللي هي عدتها. عشان كده نحن عايزين أول حاجة نمشي نقعد معاها نشوف هي واقفة وين، محتاجة لشنا عشان تقدر ترجع وتكون يعني هي ذاتها تساهم لنا، ما تجينا بغبن، ما تجينا وأثناء ما هي طلعت يعني حتى اضطرت إنها تطلع خارج بلدها، معناها جواها حاجات كثيرة نحن عايزين نصلها ونصحح لها المفاهيم ونصلح لها الأغلاط اللي نحن بنقدر نعدلها لها. وبعد ذلك دايرين نجي بمفهوم التسامح، يعني نحن اصلا ما دايرين من هنا لقدام نحمل معانا مفهوم غبن وانتقام، اصلا ما دايريننا، بقدر الامكان دايرين نجي نصل لحاجه التسامح اللي قدرنا حققنا فيه عقاب نقدر برضو في النهايه نصل فيه لترضيات، واللي ما قدرنا حققنا فيه عقاب ده نتمنى انه نصل فيه للتسامح عشان ما يكون جوانا حاجه تغضنا لانفجار او تغضنا لمعارك وحروبات اخرى، نحن في غنى عنها تماما، لان نحن دايرين سلام دايرين سلام دايرين سلام. نعم، الجزئية المتعلقة بمرحلة الانفجار وتأزم الوضع ويقود ده لحرب قد تكون أهلكت الزرع والضرع والنسل، ده يعني جه نتيجة للظلم. أنت قبل تكلمت عن أنه الظلم لا يحتمل، خاصة إذا كان من ذوي القربة، يعني أنه الطغمة الحاكمة أو المسؤولين من أمرنا هم اللي بيمارسوا علينا هذا الظلم. فلما تمت ممارسة الظلم على كثير من مناطق الهامش كما كان يعبر عنها، يعني تولدت الكثير من يعني الحسرة والغبن داخل المرأة والرجل. فالمرأة المبدعة هناك بالتحديد الحكامة كان عندها دور كبير جدا في مسألة الحرب، لأنها حاسة بالغبن بتحرض الرجال، بتحرض الأبناء في أنهم يمشوا يقاتلوا عشان يقدروا يتحصل على الحقوق المسلوبة والمنهوبة بالنسبة لهم. فالآن بالضرورة المرأة يعني ذات اللي حرضت على الحرب لابد أنها تحرض على السلام. فشنو الممكن يتقال للمرأة الحكامة المبدعة اللي بتقول الشعر اللي بتغني للرجال اللي بتحمسهم اللي بتزغرد عشان يبقى عندها برضو إسهامها في مسألة السلام؟ أول حاجة يعني نحن في المناطق الريفية في عادات وتقاليد الناس ما بتقدر تغيرها، لكن ممكن تطورها. يعني بدل ما الحكامة عشان تقعد يعني هسي في بعض المناطق مثلا يقول لك دي حكامة خيل، حكامة الخيل دي مهمتها الأساسية إن تجهز الناس للحرب، دي مهمتها الأساسية. نحن عايزينها بدل ما تجهز لنا الناس للحرب خليها تجهزهم لنا للتنمية، يعني بدل ما هي تساهم لنا مثلا تجمع عيوش وحاجات عشان تعد بها عتاد الحرب، نحن عايزينها دي تجمع عشان تحقق بها أمن واستقرار، خليها تجمع لنا للفقراء للمساكين عشان تحقق لنا بها يعني تكمل لنا بها النقص اللي ما لقت الجهات المعنية تكمله. لكن ده كله بيتطلب إنه الجهات المعنية تكون جادة في إنها هي فعلا دايرة تحقق السلام عشان ما نجي للغب. ما ممكن أنا أمشي أجيب لي ناس نازحين لمنطقة ما وهم يجوني مثلا، يعني هسي انا في مناطق نحن زرناها في الفتره الماضيه وبجد بضغوط لغبن، انا اقولها بصراحه ديل نحن لو قلنا نحقق سلام وما غضنا حاجاتهم دي ما بنقدر نحقق سلام. ما ممكن انا اجي القى وحده من مدن السودان طلبه يقروا في مدارس يعني انا أقول لا مدرسه ديل هنا ترحيل من الباب للباب، فصول مكيفه، معلم متخرج بشهاده وداك هنا وبيمتحنوا في نفس داك هناك في تحت شجره سبور تقعر طشق ولا حاجه اقلاص بيرش ولا قد يكون شوال او غيره حراره الشمس في جزء من راسه كويس، وفي النهايه بيجي بيمتحنوا على نفس المنهج المقرر. ما ممكن طبعا انا كأم ما برضى ده بخليني اقول له فتش على حقوقك، من هو طفل انا بقول له حقوقك ضايع فتش عليها. لكن اذا انا حسيت انه الحاجات دي بدت تزال انا المساهمه بقت يعني في مساواه في التنميه. أيوة في عداله، ايوه انا عارفه الليله جوني مثلا نحن
وقفنا الفصل كجهه مسؤوله وقفت الفصل، يا اخي نحن لحد الان قدرنا عملنا لك الفصل، لا انت منطقه متضرره، بعد كده انت ساهمي بقدر يعني ممكن من هنا وهناك وهناك، الناس تقدر تمشي الحاجات لحد ما تصل زي ما قالوا البنيان من طوبه، لكن ما ممكن بس اول ما يعني حققوا سلام انت ارجع لموقعك وفي النهايه ما شملت مقومات السلام، معناها برضه دي المرحله بتاعت بتقودنا للغبن وللانفجار. عشان كده نحن عايزين السلام يمشي بكل تبعياته، يعني ما ياخذوا لنا السلام بس يبقى سلام وحققوا واعملوا عوده طوعيه وكده وخلاص، لا يعني يعني حسي في مناطق طالب تامنا بيرجع يدرس طالب اولى كويس، يعني ده دي حتات بتخلي الواحد مغبون، حتى هو اللي بيدرس ذاته بيكون مغبون. خليك من عشان كده انا عشان انشئ تنشئه صحيحه يجب ان اسحب عقد السلام بكل مقوماته وكل تبعاته وتكاليفه. نعم تبعاته، والحكام دوره واضح جدا ان شاء الله. اذا نحن قدرنا وجهناه التوجيه الصحيح انه بدل ما يعني حكام تخلي بدل ما تغني لنا بدل ما تعد لنا العتاد للحرب خليه تعد لنا للمساهمه لبناء نعم. لبناء السلام. احنا لم يعني تبقى لنا كثير وقت، لكن دكتوره في جزئيه بسيطه فيما يتعلق ب يعني مساله المراه الريفيه، انت قبل تطرقت لها على عجل وعدناك ان نعود لها يعني باختصار شديد، بالتاكيد عندها خصوصيتها باختصار. المراه الريفيه تعبها ما زي تعب المراه حاليا، لانه يعني بتفزع وبتجيب الحاجات من برا، وهنا اولادها منتظرين، وطبيعه الحياه هناك صعبه، يعني ما في مواصلات، ما في يعني حاجات كثيره هي بتفقدها. فانا بشوف انه الناس يقولوها اهتمام خاص. ايوه يقولوها اهتمام خاص. نعم. وكلمه اخيره بس عايزه اقولها انه بناشد يعني انه الناس تهتم بالمراه من ناحيه ورش توعويه، تبداها من لجان المقاومه لحد ما تتدرج تصل فوق لمجلس السياده، على اساس انه في ناس لسه محتاجين يعرفوا، يعني الشعب السوداني ما كله عارف. نعم. لكن المعظم عارف، فلما انا اقوم اهتم بهم اهتمام خاص اعتقد انه احنا هنكون ماشيين في السلام بدرجاته الصحيحه يعني. ان شاء الله يعني الدرجات توصلنا لاعلى السلم وهو تحقيق السلام في هذا الوطن الجمال. بنتقدم بجزيل الشكر لضيفتين عزيزتين داخل الاستوديو، وتحيه لحواء السودان اينما كانت في الريف وفي الحضر وفي كل اصقاع السودان، تحيه وسلام لها اينما كانت. واتقدم بالشكر للدكتور رحيل جاه الله عبد الرحمن ومشرف اداري بمركز دراسات السلام جامعه السودان، وكذلك باحث في دراسات السلام، وكذلك الشكر يمتد للاستاذ عواطف يوسف امين امانه المراه بمركز اشراقات الغد، شكرا لكما، وايضا شكرا لحسن المتابعه من قبل مشاهدينا اينما كانوا، حتى نلتقي ان شاء الله ان مد الله في الاجال ومنح الصحه والعافيه في حلقه الاسبوع القادم. حتى ذلك الحين لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم.